السلام عليكم خوتنا من الحداد الحداد، نحييكم كامل، مرحبا بكم عاوزات العرائس. خوتنا كيما عودناكم واش كاين جديد، رانا نحطو لكم اليوم. رانا في شراقة خوتنا، رانا في المحل تاع الشراقة، طلعوا لنا اللايف الماكسيمو خوتنا، بارك الله فيكم باش يلحق كامل الكليون تاعنا، بارك الله فيكم، ربي يحفظكم. نوري لكم كامل البضاعة اللي راهي متواجدة في شراقة خوتنا، كامل البضاعة اللي راهي متواجدة في شراقة. مرحبا بكم خوتنا، مرحبا بكم من حدادة للحدادة خوتنا، مرحبا بكم في الوزارة، مرحبا بكم في الوزارة. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك خوتنا، طلعوا لنا اللايف الماكسيمو خوتنا، بارطاجيو لنا اللايف الماكسيمو باش يلحق كامل الكليون تاعنا، بارك الله فيكم. دوك 500 600 نبداو معاكم، وكاين جديد خير كبير، خير كبير تاع جديد، بارك الله فيكم. نحبكم في الله خوتنا، قلنا المحل تاع شراقة خوتنا ديروا بازار الجنة في المابس، راكم عندنا بإذن الرحمن. دوك نخرجوا نوريكم كاع المحلات بإذن الله. نبداو بالسلعة اللي راهي متواجدة في المحل، ومن بعد نخرجوا نوري لكم الموقع اكزاكت. بارك الله فيكم خاوتنا، زيدوا طلعوا لنا لايف 950. السلام عليكم، السلام ورحمه الله، انا الاولى، مرحبا بكم خاوتنا. كاين الصولد وغدوه الافتتاح خاوتنا، غدوه الافتتاح تاع البازار هذا، غدوه الافتتاح تاع البازار هذا، راكو 400 خاوتنا، الله يبارك ما شاء الله. زيدوا طلعوا لنا اللايف خاوتنا، وكاين خير كبير، خير كبير تاع بضاعه، والاسعار بالنسبه للافتتاح ما شاء الله، بالنسبه للافتتاح ما شاء الله. زيدوا طلعوا لنا اللايف خاوتنا، زيدوا طلعوا لنا اللايف خاوتنا، بارك الله فيكم. هاي ما شاء الله الافريشه، الجواهر كذايا منايا، السلعه قوه الله يبارك. والوزاره توجور راهي حاضره، الوزاره توجور راهي حاضره، الله يبارك ما شاء الله. نبداو ام 500 حسين، نبداو وين جاي؟ رانا في شراقه خوتنا، في شراقه. دوك نحط لكم المابس، دوك نحط لكم المابس. ايه الله يبارك ما شاء الله حسينة، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. نبداو بالصولد هذا خوتنا، هذا تاع الافتتاح باذن الرحمن. كاين واحد 70 حبه 50 حبه هكاك، ها الله يبارك ما شاء الله. كات بياس هذا حسين، كات بياس، كات بياس. شحال نديرو لحسين؟ اضرب 250، اضرب 250 خوتنا هذا، وزوج مخايد كفرولي، ودراو زوج مخايد، الله يبارك ما شاء الله. الالوان فيه خوتنا، زيدوا طلعوا لنا غير الله، بارك الله فيكم، نحبكم في الله. رانا متواجدين في المحل تاع الشراقه خوتنا، اليوم رانا في المحل تاع الشراقه، متواجد في القريه.